مقبلون على عيد الفطر المبارك، عن التسامح، عن العفو، عن التغافل والتجاهل في حياتنا، عن دور مثل هذه المجتمعات، مجتمعات الأندية خاصة نادي كالنادي الأهلي وهو قاطرة الرياضة والأخلاق في هذا الوطن. فيعني أنا سعادتي دائما تكتمل، ويعني أشرف بصحبة فضيلة مفتي الديار المصرية أستاذنا الدكتور شوقي علام، الذي سأترك له يعني المقام والحديث ليمتعنا وكلنا أذن صاغية بحديثه عن فضائل شهر رمضان وعن بناء الإنسان. ثم سيكون هناك حوار مفتوح إن شاء الله مع حضراتكم، سنستقبل بعض الأسئلة المكتوبة نطرحها على فضيلته لنستزيد ونستفيد من علمه. الشكر جزيل وموصول مرة أخرى لمولانا الجليل فضيلة الدكتور شوقي علام ولحضراتكم على حسن الإصغاء والحضور، وإليه الميكروفون. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فدعوني أولا أشكر مجلس إدارة النادي الأهلي لهذه الدعوة الكريمة في هذا الشهر الكريم. وبداية، أكثر العلماء على أن هذه الليلة، ليلة 27، هي ليلة القدر. على الإنسان أن يقدم في هذه الليلة ما استطاع، وحتى وهو جالس الآن الذكر على اللسان، لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، هذا كله عندما يجري كأنه يجري لمدة طويلة من الزمن، تستغرق في أجرها ما يقرب من أجر أكثر من 80 سنة، لأنها خير من 1000 شهر، خير في أجرها وفي ثوابها. وعليه على الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة. أيضا صلة الأرحام مطلوبة، ومطلوبة للغاية في هذا الوقت، في الذي يكاد أن نكون نحن جميعا كأسر وكعائلات وكأقارب وكجيران، يكاد تكون العلاقات بدأت تقل كثيرا وتضعف، وبدأ يحل محل هذه العلاقات هذا الجهاز الذي يكون فكر الإنسان الشاب. ربما نحن تجاوزنا هذه المرحلة، اللي في عمرنا تجاوز هذه المرحلة، لم يعد عنده قابلية لهذا التأثير المغري، لكن الشباب يحتاج إلى رعاية خاصة. عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنحدثكم بالأرقام. هو صلى الله عليه وسلم عاش في مكة المكرمة 13 سنة وفي المدينة المنورة 10 سنوات. نأخذ 13 سنة، ماذا كان يفعل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيه الاهتمام الكبير؟ كان مهتم بإيه؟ كان مهتم بالإنسان، مهتم بأن يبني الضمير، أن يبني الإيمان على مدى 13 سنة دون كلل ودون ملل. ليه 13 سنة من العمر وهو يغرس قيم الإيمان والأخلاق فقط؟ يعني لو جئنا نتصور مثلا أننا في مكة المكرمة، هذه البيئة البسيطة للغاية في زمنه صلى الله عليه وسلم، إنما كان الاهتمام بإيه؟ الاهتمام بالضمير، كيف ينمي هذا الضمير في داخل الإنسان، كيف يغرس الإيمان. ولذلك لما يغرس الإيمان والأخلاق والمبادئ بيصبح الإنسان صلب. صلب بمعنى إيه؟ بمعنى أن الأهواء والتحديات لا تؤثر فيه كثيرا، صاحب مبدأ. ولذلك لما ساوموه صلى الله عليه وسلم، ساوموه بإغراءات شديدة،
لو أراد يقول لعمه أبي طالب يعني لو أراد ملكا ملكناه، لو هو عايز في سبيل الدعوة دي يكون ملك علينا نخليه ملك، لو أراد مال نجمع له المال، ولو أراد ولو أراد ولو أراد حتى ينتهي عن هذا المبدأ الذي جاء من أجله. شوفوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المبدأ يقول: والله يا عمي لو وضعوا القمر في يميني والشمس في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. كأني دي درس لكل صاحب مبدأ، مدام أنت على الحق ومدام أنت صاحب مبدأ تمسك بهذا المبدأ، لأن النجاة الحقيقية هو في التمسك بالمبادئ. نحن نريد بناء شبابنا بهذه الكيفية، نريد أن نضع لهم برامج يشترك فيها الجميع، يشترك فيها رجال علم النفس ورجال الاجتماع ورجال السياسة والقانون ورجال الشرع الشريف، كل منهم يعطي وجهة نظره في البرنامج الذي يمكن أن يكون. هذه البرامج لا يمكن أن تبدأ في مراحل دون مراحل، وإنما هي خطة متكاملة يشترك فيها التعليم ويشترك فيها الإعلام ويشترك فيها المؤسسات الدينية وتشترك فيها كل مؤسسات الدولة، كل في تخصصه وكل يسير على هدي من هذه البرامج الموضوعة أو الخطة الموضوعة. كيف تحافظون على الهوية؟ وده كان عجيب جدا في الجواب. قال: نحافظ على الهوية من خلال ثلاثة أهداف أساسية نتكلم عنها في كل برامجنا. التربية والتعليم تعمل في هذا السياق، من الحضانة إلى الجامعة إلى الدراسات العليا إلى مراحل الأستاذية. الصحة تعمل في هذا المجال، الإعلام يعمل، كلنا نعمل في شبكة. قال: نحافظ على ثلاث أهداف، برامجنا تدور حول هذه الأهداف الثلاثة: الذات والدولة، الذات الانتماء الوطن، الذات الوطن، الذات الوطن التعاون. الذات يعني تعمل ايه يعني؟ قلت شوف نفس الفكرة اللي احنا طبقناها زمان، الذات يعني تنمية الذات، تنمية الضمير، غرس القيم ايا كانت القيم، لكن القيم المجتمعية السائدة عندهم. يريد ان يحافظ على هذه المنظومة من القيم حتى يحمل هوية لهذا المجتمع الذي يعيش فيه. فكل البرامج تعمل، كل مؤسسات الدولة كلها تعمل على تنمية الذات، وكلها تعمل على الانتماء، الانتماء للوطن الذي يعيش فيه. كل برامج الدولة بالكامل من سن الحضانة إلى الجامعة والصحة والرياضة، كله، كل مؤسسات الدولة تعمل على قضية الانتماء، ثم قضية المشاركة، التعاون الذي وجدناه في المدينة المنورة. هل نحن بالفعل وصلنا إلى هذه المرحلة من أننا نريد أن نحافظ على هويتنا المصرية؟ نحن نريد بالفعل أن نحافظ على هويتنا المصرية بقيمنا وأخلاقنا وديننا وتقاليدنا، والشرع الشريف لا يأبى التقاليد التي لا تخالفه. العبث، كل العبث عندما نرى أعراف وتقاليد مستقرة في المجتمعات ثم نحن نريد من باب التغيير فقط ولا نبحث عن موافقتها أو عدم موافقتها، العبث أن نهدم هذه التقاليد. أتمنى لكم
أعضاء النادي الموقر كل التوفيق والسداد، وأرجو من الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا أن يتقبل منا أعمالنا في هذا الشهر الفضيل، وأن لا يخرجنا من هذا الشهر الفضيل إلا وقد جعله حجة لنا يوم القيامة، نلقاه بهذه الحجة ونقول يا رب إننا في شهر رمضان سنة 1439 ومتنا أو متنا بعد هذا الشهر ولقيناك، إن كان الأجل قد حان إننا صمنا واجتهدنا وأطعناك وأمرتنا بالصيام فصمنا، وأمرتنا بالقيام فقمنا، وأمرتنا بالزكاة فزكينا، وأمرتنا بصلة الأرحام فوصلنا أرحامنا، وسألنا عن أمهاتنا، وسألنا عن آبائنا وعن إخواتنا وعن خالاتنا وعن عماتنا وعن كل أقاربنا، سألنا عنهم ابتغاء مرضاتك، وصلناهم لكي تصل يا رب تصلنا نحن. فبحق هذا الشهر الفضيل وبحق ما قدمنا فيه أن تجعل هذا الشهر حجة لنا، وأن تتجاوز عن تقصيرنا في هذا الشهر، لأننا قصرنا أيضا وفاتت ساعات وفاتت دقائق وفاتت أيام ونحن في تقصير شديد، لكن رحمتك وسعت كل شيء ونحن متعلقون برحمتك ومتعلقون بشفاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يحب عبده اللحوح الذي يطرق الباب على الدوام حتى ولو أخطأ ولو أذنب آلاف المرات، يرجع إلى ربه سريعا ويقول عدت إليك وأنت قلت وقولك الحق. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. زكاة الفطر هي طهرة للصائم من التقصير الذي حدث في أثناء الشهر، وهي طعمة للمساكين. تكافل لم نجده في أي نظام اقتصادي آخر في هذه الأيام، أيام عيد الفطر المبارك، بحيث إن الفقير يخرج والغني يخرج، لأنها لم تكن هذه الزكاة واجبة على الأغنياء، إنما واجب على كل إنسان عنده قوت يوم، عنده الأكل والشرب اللي حيكفيه اليوم، ما زاد وجب عليك أن تخرج الزكاة، فتأخذ الزكاة كفقير وتعطي الزكاة أيضا. قدرناها ب13 جنيه كحد أدنى حتى يشترك الجميع من الفقراء الذين يتعبدون ربهم بهذه العبادة، 13 جنيه عن الفرد، لكن من زاد فلا حرج، هذا حد أدنى لنا أن نزيد إلى ما شاء الله، لنا أن نطمح وأن نطمع، والطموح فيه متسع كبير جدا. نخرجها أنا كرب الأسرة عن نفسي وعن من أعول، حتى ولو كان الذي أعوله قد ولد قبل غروب شمس اليوم الأخير من رمضان. لو تصورنا أن احنا يوم الخميس القادم ونحن بنشوف الرؤية، إن ولد قبل المغرب مولود، والرؤية ثبتت وتاني يوم عيد مباشرة، يجب تجب زكاة على الوالد أو على ولي الأمر عن هذا المولود الجديد الذي يؤدي مناسك الحج، وقد كتب الله له هذه الفريضة. ليس عليه أضحية على سبيل الوجوب، ليس عليه أضحية، الذي يذهب إلى مكة المكرمة ويؤدي مناسك الحج لا أضحية على الحج، وإنما عليه هدي بسبب الهدي بسببه، سببه أنه يكون حج
نوى حج القران او نوى التمتع. التمتع اللي هو ايه؟ يعني ان ينوي ان العمره، اداء العمره اولا، ثم بعد ذلك يتحلل من العمره، وعندما ياتي يوم الثامن من ذي الحجه ينوي مره ثانيه الحج. فهو متمتع بالعمره الى الحج. والقران الكريم يقول: فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. فيكون الهدي في هذه الحالة واجبا، أو يجمع ما بين الاثنين، يعني يقول لبيك اللهم بحج وعمرة معا، فتكون العمرة داخلة في أعمال الحج ومقترنة به اقترانا. ويظل هذا الإنسان محرما، بمجرد أن يحرم وينوي ويقول لبيك اللهم بعمرة بحج وعمرة، يظل محرم إلى أن ينتهي من أعمال الحج ويتحلل منها، وفي هذه الحالة يكون عليه هدي. أما الأضحية فتكون لغير الحاج، من أمثالنا الذين يبقون في أوطانهم، ففي هذه الحالة تكون الأضحية يعني سنة مؤكدة بالنسبة له، يوسع بها على نفسه وعلى الفقراء والمساكين والأصدقاء بطبيعة الحال. احنا بنعتبر بأن النوادي هي حاضنة للشباب، وبنعتبر لها دور كبير في تنشئة الشباب وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة. ولذلك نقول بأن النادي الأهلي وغيره من النوادي عليهم مسؤولية كبيرة مجتمعية تجاه أعضاء النادي والمجتمع على وجه العموم. نسمن الدور الذي يقوم به هذا النادي في خدمة الأعضاء وفي خدمة المجتمع، من حيث أنه يحتوي الشباب في برامج رياضية، برامج تدريبية، برامج ثقافية، البرامج التي تقيمها الأندية الكبرى وحتى الأندية أيضا في المنتشرة في أنحاء الجمهورية، عليها عبء كبير جدا ومسؤولية كبيرة، وهي تقوم بواجبها كثيرا، والدولة تقوم بدعمها أيضا لأداء هذا الواجب. ولذلك نحن نطالب ونوصي هذه النوادي بأن تقوم بالمسؤولية المجتمعية الملقاة على عاتقها، وأن تبصر الشباب ومن كافة نواحي الرياضية والثقافية والاجتماعية. نشكر معالي الوزير دكتور العمري فاروق على هذا التكريم في الحقيقة، وكل امتنان لأعضاء مجلس الإدارة ولأعضاء النادي جميعا. وبهذه المناسبة أقول لهم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك، عاده الله عليكم ومصر في كامل قوتها وفي كامل رقيها واستعادة دورها الريادي إن شاء الله. أهنئ الشعب المصري العظيم الأصيل فردا فردا، وأخص بالتهنئة فخامة السيد الرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القيادات، وأهنئ الأمة الإسلامية، وأدعو لمصر بالتوفيق والرقي، وأن يوفق الله سبحانه وتعالى قادتنا إلى كل ما يحبه ويرضى. الحمد لله، كل سنة طيبين بمناسبة ليلة الأهل النهاردة إن شاء الله. النهاردة كان يوم فعلا في حافل بالأحداث، كان النهاردة في فطار عملاء أعضاء النادي وفرق النادي لمجلس إدارة النادي كابتن محمود الخطيب، حضر الحمد لله كابتن محمود الخطيب، و كان في جو أسري وعائلي. وبعد ما خلصنا الإفطار طبعا النهاردة كان أول مرة مفتي الديار المصرية أو مفتي الجمهورية دكتور شوقي علام يحضر في ندوة وفي النادي، وده كان حدث جيد وبمناسبة عظيمة، هي مناسبة ليلة القدر، وإن شاء الحمد لله كان فيه حضور جيد، كان فيه تجاوب مع الأعضاء، وكان الحدث كان رائع وكان في يوم بهيج، والحمد لله تم على أحسن وجه. بعد ما خلصنا الندوة إن شاء الله في النهاردة الاحتفال بليلة القدر، معمول برنامج كامل، برنامج من لحظة من صلاة العشاء وحتى صلاة الفجر بيتخلله، بيتواجد فيه شيوخ من الأزهر الشريف ومن وزارة الأوقاف ومقرئين،
وبيشتملوا بيتخللوا الصلوات المختلفة، صلاة العشاء، التراويح، التهجد، التسابيح. بيتم فطار أسري، فطار عائلة النادي الأهلي، بسحور متأسف سحور لأعضاء النادي الأهلي في جو أسري. النادي بيوفر هذا السحور، الناس بتتسحر، بيتواجد في جو عائلي جميل، ثم بنخش على صلاة الفجر وبينتهي اليوم. في مدينة نصر احنا عندنا صلاة العيد احنا بنعمله منذ سنوات طويلة، وده نظرا بيتواجد فيه عدد كبير وفي كثافة من السادة الأعضاء، وده بيبقى يوم جميل، الأعضاء بتهني بعض، الأسر بتلتقي، في أطفال، في سيدات، في كبار، في صغار، فبيبقى يوم أسري عائلي جميل، وبيبقى مناسبة سعيدة والناس بتهني بعض، واحنا يعني مستمرين في هذه العادة. وإن شاء الله بإذن احنا مجهزين الساحة الخارجية للمسجد، وأحد الشيوخ الكبار من الأزهر الشريف موجود، ومجهزين كل الأمور بحيث إن شاء الله يستوعب الأعداد الكبيرة اللي بتيجي من أعضاء النادي. طبعا يعني كل سنة وانتم طيبين، وربنا يكرم إن شاء الله بإذن الله الأمة الإسلامية كلها، ويبقى عيد مبارك سعيد علينا كلنا بإذن الله وعلى مصر. اولا انا عايز يعني اوجه يعني جزيل الشكر بالنيابه عن النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي للدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه لقبوله الدعوه، واول مره متواجد في الانديه، ويمكن النادي الاهلي دايما رائد وسباق في الكلام دوت. النهارده ما يبقى معاك مفتي الجمهوريه لتوصيل الرساله الاسلاميه الصحيحه والفكر الاسلامي الصحيح والفكر الاسلامي المعتدل لاولادنا وشبابنا واعضائنا، ودي كنت شفته النهارده يعني مجموعه اسئله بصراحه احنا سعداء بيها جدا، وهو يمكن فضلته كان سعيد بالاسئله جدا وجاوب عليها الاجابه اللي هي مريحه. انت يعني انت وانت قاعد النهارده تحس فعلا ان في راحه نفسيه وانت بتسمع ليه. يعني انا مش هقدر اقول ان انا بشكره جدا، بشكره جدا جدا جدا، واتمنى يبقى في لقاءات عديده لفضلته تبقى معانا بصفه مستمره ان شاء الله. وطبعا ما اقدرش يعني انسى اشكر سياده اللواء حسن مسعود اخويا الكبير، ويعني على المجهود الجبار اللي بيبذله خلال الفتره اللي فاتت، وبرده مش عايز انسى اللواء الفشاوي في الشيخ زايد، واخونا خالد مرسي في اهل الجزيره. انت زي ما شايف كل الناس بتتحرك بشكل كويس جدا، وعايز برضه اشكر بالاخص لجنه المرأه على المجهود الجبار اللي بيعملوه معانا وبيتحركوا، احنا حاسين بيهم كويس جدا جدا. وزي ما انت شايف برضه يعني النهارده كان الكابتن خطيب عنده لجنه كوره شغاله في مدينه نصر، ويمكن لجنه الكوره انعقدت الساعه 3 خلصت الساعه 6 الا ربع. كان في مكتب تنفيذي برئاسه العامر فاروق في نائب رئيس النادي في الجزيره، كنا موجودين بالكامل وخلصنا برضه الساعه 5 ونص او 6 الا ربع. في حركه يعني الحمد لله احنا بنتحرك في كل حته، ربنا يكرم باذن الله تبقى النتائج الناس تحسها وتبقى نتائج ملموسه الفتره اللي جايه. وان شاء الله نتمنى يبقى فيه في القريب العاجل اعلان عن المدرب اللي هيحقق طموحات النادي الاهلي. فريق الكرة شغال، الفرق الرياضية، النشاط الرياضي يمكن اكتمل بالكامل، صفقات لسه حتى كنت بقول لكابتن رفعت عبد القادر بعد العيد لازم يعلن عن الصفقات اللي هي حصلت في النشاط الرياضي وتدعيم صفوف النشاط الرياضي على مستوى الألعاب كلها بشكل لائق. يعني كرة اليد، الكرة الطايرة، كرة البسلة، كل ده في صفقات بتحصل وفي دعم لكل صفوف عشان نبدأ موسم رياضي جديد. إن شاء الله الناس هتحس جاية. أنا متأكد طبعا من دعم الجمعية العمومية ومتأكد من دعم جماهير النادي الأهلي. يعني بعد العيد ان شاء الله وبعد اجازه العيد الناس اما يعلن هذا الكلام بشكل واضح وفي يعني خطه باذن الله ازاي يبرز كل الشغل اللي موجود الفتره اللي جايه، الناس هتحس بيه في مجال الانشاءات، هتحس بيه في مجال النشاط الرياضي، هتحس بيه في مجال الاجتماعي اللي احنا بنتحرك فيه النهارده. الندوات اللي بتتحرك فيها اللجنه الثقافيه، اللجنه العامه طبعا انا بشكرها برئاسه الاستاذ محمد يوسف. امبارح كان في عندنا نهائي الدوره الرمضانيه، ويمكن الحمد لله الواحد بيبقى سعيد اما هي بتسيب اثر طيب. يعني في ناس النهارده وجهت الشكر واولياء امور، كابتن فتحي مبروك حضوره امبارح فرق معانا كتير جدا، عينه شافت ناس، اختار ولاد يعني ناس متميزه من ولاد النادي اللي هم يخشوا معاه في قطاع الناشئين الفتره الجايه، دي كانت حاجه جميله جدا انا عن نفسي فرحت بيها. وجود كابتن زيزو عبد الشافي معانا، وجود كابتن حسام عاشور طبعا عشان يجي يضرب ضربه البدايه، كل ده مجهود بيتعمل، احنا موجودين في وسط الاعضاء لان ده اولا واخيرا بيتنا، وان شاء الله ربنا يكرمنا الفتره اللي جايه. وبابنا مفتوح زي احنا بنقول، المكتب مفتوح في اي وقت، مجلس الاداره موجودين على مستوى الثلاث فروع،
ان شاء الله اي حد محتاج اي حاجه واي فكره جديده احنا ما بنتاخرش فيها وربنا يكرم ان شاء الله. انا جيت مخصوص النهارده عشان احضر الشيخ شوقي علام، كنت عايزه احضر واسمعه، والحقيقه يعني معلومات جميله جدا ومعلومات دينيه ممتازه، واستفدت من الاسئله برضو اللي بتتوجه ويرد عليها، وحكايه انه يحكي عن الرسول عليه الصلاه والسلام في مكه والمدينه واللي شافه 13 سنه، يعني في كل حاجه غطى الحاجات اللي تعبت الرسول واللي فرحته، لكن الحمد لله وصل لنا رساله كويسه. وانا بثق طول عمري في ندوات الازهر بالذات، يعني بحب اسمعها وباجي كده النادي، بس النهارده فرحت ان في ندوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الندوه اللي عملها سياده المفتي الديار الجمهوريه، هذا رجل عظيم ورجل عالم علامه، وزادنا علما وزادنا إيمانا بما قاله لنا، فقد شرح لنا الدين على أصوله وبالوسطية الأزهرية، وأجاب عن أسئلة كانت قد غابت عننا جميعا، فأفاد الأعضاء العاملين فائدة عظيمة نشكره عليها، ونقول له كل عام وهو بخير ومصر كلها بخير إن شاء الله. الكلام ده جديد. يعني ايه اللي نجى سيدنا يونس من الطور؟ انه كان من الذاكرين، مثل الذي يذكر له الذي يذكر كمثل الحي والميت. لذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لهم: الا اكلكم على خير اعمالكم واسلها عند مليككم، وخير لكم من انكام الذهب والورق، وخير لكم من ان تبقوا عدوكم فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناق الاولى. قال: ذكروا الله. الذين يذكرون تذكرون الله قياما. الحمد لله رب العالمين.